اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من شبكه في صناره. هعمل النهارده مرجان من احلى السمك اللي ممكن يتاكل. نقول على المكونات: سمكه مرجان تقريبا 300 جرام، ليمون، صوص سمك، ثوم، سكر بني، بصل اخضر، شبت وبقدونس مفرومين، وشويه من الخل. عشان نستعمل الفرن لازم نسخن الفرن من الاول ونخلي الفرن يبتدي يشتغل، علشان لما ندخل السمك فيه او ندخل ايا كان اللي هندخل حاجه في الفرن تبقى جاهزه على طول تستوي. اسهل ما يمكن، تقريبا كل بوله من دي معلقه ليمون، صوص سمك. نخلي بالنا بقى من موضوع صوص السمك ده لانه حادق جدا وطعمه قوي جدا، فهو يا دوب معلقه صغيره. زيت سمسم، ثوم، اخد معلقه صغيره، والشبت والبقدونس او شبت بقدونس ريحان، الخضره اللي موجوده عند حضراتكم. لو نقدر نعملها كل مره بخضره مختلفه يبقى احلى، بس نخلي بالنا في حاجات مثلا زي الشبت. الشبت بيبقى صعب شويه انه يتحط في الفرن او يتحط على النار من بدري لانه بيمرر، فنخليه ايه دايما في الاواخر. هحط زيت نباتي مش زيت زيتون، ومش هحط بقى ملح خالص، لان زي ما قلت لحضراتكم الفيش صوص او صوص السمك بيبقى حادق جدا جدا، فنخلي بالنا يعني اكتر من الصويا صوص بكتير. احنا كده خلصنا ده. طبعا طاسه او صينيه تخش الفرن. هناخد شوكه نقلب كويس. ادي كده التتبيله جاهزه. عايز اقول لحضراتكم بقى المرجان ده قصه يعني رهيبه. يعني ده اسمه مرجان ابو اتب، راسه من قدام عامله كده. ده بنطلعه من على يعني بدايه كده من 200 متر 300 متر. طبعا الناس هتقول انت ازاي بتنزل الخيط ل 300 متر و200 متر. الاول الناس كانت بتستعمل الخيط العادي، او بينزلوا السمك على يعني الخيط او بنسميه الشعر يعني على ايديهم. طبعا ده كان بيبقى مجهود رهيب. دلوقتي بقى بعد ما التكنولوجيا اتغيرت بقى عندنا سناره كهرباء. تعمل ايه بقى سناره الكهرباء دي؟ سناره الكهرباء دي تنزل اوتوماتيك وبتطلع اوتوماتيك. فاحنا كل اللي بنعمله بنحط الطعم بيبقى كاليماري عاده، وبعدين بنسيب السناره تنزل الطعم لحد نحط فيها يمكن وزن كيلو، ونسيبها تنزل براحتها لحد ما تنزل 200 300 متر. طبعا التكنولوجيا يعني بقت رهيبه دلوقتي، بقى في عندنا الجي بي اس والديبس فايندر. الديبس فايندر اللي هو بيكشف الاعماق، وفيش فايندر بيكشف اذا كان في سمك ولا لا. فالدنيا بقت سهله قوي. بننزل بقى دي، واول لما الصناره تلعب لعبتين كده نعرف ان هي بنقول عليها لكعت، فنبتدي ندوس على الزرار الثاني تبتدي تطلع السمكه. وعاده بننزل حوالي 3 سنون لخمس سنون لعشر سنون، لان بتبقى بتاخد لها مثلا خمس دقائق لحد ما تنزل، وممكن تقعد لها ربع ساعه على ما تطلع، فبتاخد شويه وقت مش بطال. كفايه كلام كده بقول لحضراتكم انا عملت ايه. انا قطعت البصل بالطول. ليه عملت كده؟ علشان لما السمكه تتحط عليه ما تلزقش ثاني. وحطيت عليه زيت، واحط عليه سنه ملح لان ده ما فيهوش في الصوص. وهاخد السمكه بعد ما مليتها من القلب احطها كده فوق فوق البصل علشان ما يحصلش ان هي تلزق، وبقيت الصوص كله عليها. طبعا كان ممكن اعمل فتحات في السمك، بس انا مش عايز الجلد يتقطع خالص، عايز الجلد يفضل زي ما هو عشان يتاكل. سمك بتاع الاعماق ده بيبقى ممكن نقول بيبقى فيه سنه شويه من الدهون، فعايز انا الدهون دي تسيح وناكل الجلد لانه فيه اوميجا 3 كتير جدا. دي هتدخل الفرن، دي مش مكمله كيلو، فدي 10 دقائق على 180 ل 200، وتطلع شكلها كده. تمام، يبقى اول طبق سمك مرجان مشوي في الفرن. هطلع فاصل وارجع اعمل لحضراتكم مكرونه محمره. خليكم معايا. رجعت من الفاصل، عملت الاول سمك المرجان المشوي. هعمل دلوقتي مكرونه محمره. المكونات: مكرونه محمره، طماطم شاري، بصل اخضر، زعتر ناشف وثوم، فلفل او شطه حمراء، بقدونس مفروم، وجبنه بيضاء اي نوع موجود عند حضراتكم. نقول بقى بس الاول المكرونه المحمره دي بتعمل ازاي. شفتوا حضراتكم الرز بيتعمل ازاي؟ زي الرز بالظبط هنعملها. يعني ايه؟ يعني هجيب المكرونه في زيت ونشوح كويس قوي 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 قوي،
ونغطيها ميه زي الرز ونسيبها حوالي تلت ساعه بتطلع بالمنظر ده. بس المهم ان احنا ايه نشوحها كويس قوي في الزيت علشان تبقى محمره ولونها يبقى غامق كده. لو ما عملناش الخطوه دي هيفضل لونها فاتح، احنا محتاجينها تبقى لونها ايه غامق. اقطع البصل حلقات، وهاخد الطماطم الشيري هقطع شويه واسيب شويه علشان تبقى ايه تنزل طعمها. نقدر نقول ان دي سلطه، يعني نحسبها من السلطات. طبعا لو في دلوقتي بقى في مكرونات معموله من غير جلوتين، عشان لو في حد بيحصل له مثلا انتفاخ في البطن من الحاجات اللي فيها جلوتين فبتبقى سهله، بس لو مش متاحه المكرونه العاديه بتشتغل كويس جدا جدا. اقطع شويه كده من الطماطم كده تمام. طبعا السبايسي الحار راجع لحضراتكم، هياخد بصل اخضر والطماطم الشاري، هياخد معلقه ثوم صغيره، زعتر ناشف، انا بس مغطيه تحت الثوم عشان بيطير، فلفل حار. نخلي بالنا لما نستعمل الفلفل ده في طريقتين، يا ما نمسكوش خالص ودي اسهل طريقه، الطريقه الثانيه بنحط على ايدينا شويه زيت علشان ما يمسكش الحار في ايدينا، ولو اتحطت على الوش ولا حاجه بتبقى قاتله. والبقدونس المفروم، وهاخد شويه معلقتين كده جبنه بيضة. سهله قوي، يمكن الخطوه الوحيده اللي فيها اللي ممكن تاخد من حضراتكم وقت اللي هي هتبقى تحمير المكرونه وتسويتها، اللي هي حوالي بتبقى تلت ساعه. انا عايز شوكه اسهل في التقليب. شويه من زيت الزيتون، مش هحط ملح لان الجبنه البيضه هيبقى ملحها كفايه. طبعا في ناس كتيره بتحب الملح الزياده، بس انصح حضراتكم الملح والسكر يعني نحاول نبعد عنهم على قد ما نقدر علشان ما هم مش مفيدين قوي. طبعا بيظبطوا طعم الاكل لكن فايدتهم مش يعني ضررهم اكتر من فايدتهم. هناخد الطبق ده ادي كده المكرونه المحمره، بس يعني بطريقه جديده شويه علشان ما نزهقش منها، لان هي لو بقت ساده خالص بيبقى طعمها يعني مش احلى حاجه، فنحاول نغير فيها شويه. نحط لها كده حتتين خيار. يبقى اول طبق كان المرجان المشوي، تاني طبق مكرونه محمره. الف هنا وشوف، اشوفك في حلقه جديده. باي.